مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 6 Lesson 6 Unit 6 الدرس السادس. What are they going to be؟ ما الذي سوف يصبحون عندما يكبرون؟ منطني شخصيتين، كل شخصية تتحدث عن نفسها، عن المواد اللي تحبها، عن عملها، عن طبيعة عملها، عن شنو اللي تريد تكونه بالمستقبل، يعني يا وظيفة تحب تكون عليها بالمستقبل. بالبداية شي يقول لي؟ يقول لي read about فراس and هالة. اقرأ عن فراس، هذا الولد اسمه فراس، وهالة قلت لك منطيك شخصيتين، اقرأ عنهم هؤلاء الشخصيتين. ask and answer the questions، اسأل وأجب عن هذه الأسئلة. طبعا هو منطيني تمرينين متعلق بهذين الشخصيتين، منطيني تمرينين عنهم عبارة عن أسئلة، يقول لك اسأل وجاوب عن هاي الأسئلة. أما أنت وزميلك واحد يسأل الله أو الأستاذ يسألك بداخل الصف عن فراس وعن هالة كتحضير يومي، فضروري تحفظون المعلومات اللي راح نطلعها، الأمور اللي راح نستخرجها، لأن الأستاذ راح يسأل عنها بطريقة شفوية بداخل الصف كتحضير يومي. طبعاً بالبداية هو منطيني سؤالين، يقول لي What do they do in their spare time؟ ما الذي يفعله في وقت فراغهم؟ فراس شو يسوي وقت فراغه؟ وهالة شو يسوي وقت فراغه؟ What are they going to be when they finish school؟ ما الذي سوف يكونون عليه عندما ينهوا المدرسة؟ يعني كل واحد ايش راح يصير بالمستقبل؟ زين استاذ انا شو ما اعرف ايش راح يكون بالمستقبل؟ انت من خلال حبه لهذا المواضيع، يعني مثلا احب الرياضيات، انا راح اكون مثلا على سبيل المثال مهندس او راح اكون مدرس رياضيات، فمن خلال حبه للمواضيع، من خلال الاشياء اللي احبها، انت راح تحدد الوظيفه اللي راح اكون عليها. راح نقرا القطعه، نوضح مفرداتها، حاولوا تسجلون هاي الملاحظات اللي راح اطلعها. في البدايه يقول لي فراس ال 17. أول معلومة نستخرجها إنه فراس عمره 17 سنة. His favorite school subjects are history and geography. دروسه المفضلة favorite subject دروسه المفضلة are history التاريخ and geography والجغرافيا and art والفنية. يعني الثلاث دروس اللي يحبهن احفظوا وياي history تاريخ geography الجغرافيا وart الفنية. He loves animals. هو يحب الحيوانات. Every Friday كل جمعة he goes to the zoo يذهب إلى حديقة الحيوانات. He takes photographs هو يلتقط صور of birds للطيور and animals والحيوانات. Sometimes وفي بعض الأحيان he has to wait for a long time to take a good photograph. هو في بعض الأحيان ينتظر وقت طويل جدا لكي يلتقط صورة جيدة. تعرفون المصورين يحتاجون أن يأخذون لقطات جيدة. But he is very patient. لكنه صبور جدا. احنا وضحنا سابقا انه كلمة patient تجيب معنى مصاب وتجيب معنى صبور. احنا معناها صبور. His favorite animal is the peacock. طائره المفضل هو الطاووس. Next year وفي السنة القادمة العام القادم he is going to take his last school exam. في السنة القادمة في السنة المقبلة سوف يكون أو سوف تكون هذه آخر سنة له، سوف يمتحن آخر امتحان له. If he passes إذا نجح بهذا الامتحان he is going to go to university سوف يذهب إلى الجامعة. To study لكي يدرس animals لكي يدرس الحيوانات. He wants to be zoologist. ركزوا على هاي الكلمة. يريد أن يصبح zoologist. شنو معنى zoologist؟ عالم حيوان. إذا عرفنا فراس سوف يكون أو يريد أن يصبح زولوجيست. شنو معنى زولوجيست؟ عالم حيوان. شنو دروسه المفضلة؟ جيوغرافي الجغرافيا هيستوري التاريخ and art والفنية. إيش قد عمره؟ عمره 17 سنة. بعد شنو الأشياء اللي تعلمناها عنه؟ شنو يريد يكون عليه بالمستقبل؟ زولوجيست. ليش يريد يكون عالم حيوان؟ لأنه يحب الحيوانات. He loves animals. هو يحب الحيوانات لكن لياها he loves animals هو يحب الحيوانات لذلك يصبح عالم حيوان. تعرفنا على المعلومات المتعلقة بفراس. الآن ننتقل للمعلومات المتعلقة بفراس. الآن ننتقل للمعلومات المتعلقة بهالة. شو تقول هالة؟ ركز وياها كذلك حاول تستخرج الملاحظات. هالة is 18. إيش قد عمر هالة؟ 18 سنة. Her favorite school subjects are biology and chemistry. ركز وياها. فراس شنو المواضيع المفضلة عنده؟ جيوغرافي الجغرافيا هيستوري التاريخ and art والفنية. زين هالة شنو المواضيع المفضلة؟ بيولوجي علم الأحياء and chemistry
الكيمياء. She is also very good at English. وهي جيدة باللغة الإنجليزية. المواد اللي تحبها شنية؟ المواد اللي تحبها biology and chemistry. لكن المادة الجيدة بها شنية؟ الإنجليش، اللغة الإنجليزية and physics والفيزياء. She is interested in helping people. وهي مهتمة بمساعدة الناس. She is kind, or she is very kind. هي عطوفة جدا and friendly وودودة. Sometimes في بعض الأحيان she visits hospitals. تقوم بزيارة المستشفى. Some patients have to visit have no visitors. شوف هنا شو يقول لي. يقول لي هالة عطوفة وودودة. لذلك بما أنه هي عطوفة شو تسوي؟ تروح للمستشفيات. أكو بعض المرضى ما عندهم زائرين، ما عندهم أقارب، فهي تروح تزور هؤلاء الناس اللي ما عندهم أقارب. هالة takes flowers to these patients. هالة تأخذ الورود أو الأزهار لهؤلاء المرضى and sits and talks with them. وتجلس وتتحدث معهم. قلنا احنا patient هنا معناها مصاب، وقبل شوية أخذناها معناها صبور. At school وفي المدرسة. She works hard because she does not want to fail in her final school exam. في المدرسة هي تعمل بجد. ليش؟ Because لأنه she does not want to fail. لا تريد أن تفشل أو أن ترسب in her final school exam. لا تريد أن تفشل في امتحانها الأخير. شو يقصد الامتحان الأخير؟ الامتحان اللي راح يحدد دخولها للكلية. احنا قبل شوية ذكرنا أنه فراس ايش قد عمره؟ عمره 17. والعام القادم راح ياخذ امتحان الاخير او راح يروح وراها للجامعه. اما هالة عمرها 18 سنه، فبهاي السنه راح تمتحن امتحانها الاخير وبالتالي تروح وراها للجامعه. When she finishes school عندما تنهي المدرسه she is going to be a doctor. تريد ان تصبح طبيبه. هي اكيد تحب البيولوجي الاحياء and chemistry والكيمياء. الشخص اللي يحب هاي المواد هو اكيد يفكر مستقبلا ان يريد يصير دكتور طبيب. هذا ما يخص المقطعين النصيين. قال لي من ايش طلب من عندي؟ قال لي اريدك تقراهن وترجع تجاوبني على هاي الاسئله. خلينا نشوف الاسئله شنو هي. What do they do in their spare time؟ ماذا يفعلون في وقت فراغهم؟ ذكرنا انه فراس شو يسوي بوقت فراغه؟ taking photographs. go to the zoo and taking photographs. يذهب الى حديقه الحيوانات ويلتقط الصور. زين هذا شو يسوي بوقت فراغها؟ go to the hospital and visit the patients. تذهب للمستشفى وتزور المرضى، المرضى اللي ما عندهم اشخاص اقارب. زين السؤال الثاني. What are they going to be when they finish school؟ ما الذي سوف يكونون عليه او ما الوظيفه التي سيحصلون عليها عندما يكبرون؟ قلنا فراس wants to be zoologist. فراس يريد ان يصبح عالم حيوان. هاله wants to be a doctor. وهاله تريد ان تصبح طبيبه. وراها شيء يقول لي هسه عرفنا المعلومات وراح يسالني بعد اسئله عن هذه المقطعين النصيين، فحاول تحفظون المعلومات بعد اكثر. شو يقول لي؟ يقول لي انا قلت لك انه patient تجي بمعنى ناو او تجي كناو كاسم وتجي adjectives كصفه. اذا ناو somebody who is taken care of by a doctor. شنو معناها؟ نعطي لي تعريف. هذا تعريف جدا مهم، حاول تحفظوه، مهم جدا. يقول لك أنا عندي معنيين لكلمة patient. patient هنا شنو معناها؟ معناها مصاب. شنو تعريف المصاب؟ somebody who is taken care of by doctor. شخص يعتني فيه الطبيب. الشخص اللي يعتني فيه الطبيب شنو نسميه؟ نسميه مصاب. هذا التعريف الأول. أو من الممكن أن تجيني بمعنى آخر. شنو سميناه؟ صبور. شنو صبور؟ يقول لي able to wait for long time and stay calm. هو قادر على أن ينتظر لفترة طويلة ويبقى هادئا. هذا شخص صبور. شلون أعرفه صبور؟ يقدر ينتظر وقت طويل جدا وما يتعصب، ما يفقد أعصابه، يبقى هادئا. Without getting angry، بدون أن يغضب. She is very patient. هي صبورة جدا with young children، مع الأشخاص أو مع الأطفال الصغار. Patiently معناها بصبر. He waited patiently for the bus. معناها انتظر الباص او انتظر الحافله بصبر. هذه او ذن التعريفين من اللي ممكن ان تجي على شكل اسقاطات. شنو يعني اسقاطات؟ يجيب لي التعريف كامل ويقول لي سقط لي الكلمه امام التعريف المناسب. اذا تجي من هذه النقطه طبعا مو نقطتين لان الاثنين نفس الفكره ونفس الكلمه اللي استخدمها وياها. وراها هنا عندنا طبعا موضوع اللي هو البي زائد going to، المستقبل باستخدام going to.
هذا الموضوع راح نشرحه بنهاية الدرس. ليش؟ لأن أنا عندي الكتاب النشاط، عندي تمرينين عبارة عن أسئلة عن القطعة اللي أخذناها. فأول شيء نجاوب على كتاب النشاط، وراح نأخذ موضوع المستقبل مع الجوينج تو، ونأخذ أمثلة شلون يجينا في الامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه. بس ننتقل لكتاب النشاط. شو يقول؟ يقول لي read the first text، اقرأ المقطع النص الأول اللي خاص بفراس in your student's book again، مرة أخرى and answer the questions، وأجب على الأسئلة. Write short answers، يعني تكتب لي إجابات قصيرة مو إجابة مطولة. What are فراس favorite school subjects؟ انتبهي، ما هي المواد المفضلة لفراس؟ ذكرنا إنه فراس يحب ثلاث مواد اللي هي شنية، الارت الفنية، جيوغرافي. شنو جيوغرافي؟ الجغرافيا. وبعد and history، شنو معنى history؟ التاريخ، لأن ذكرناها بالقطعة. What is his hobby؟ ما هي هوايته؟ ذكرنا أن هوايته taking photographs، التقاط الصور، الصور الفوتوغرافية. المن for the animals، للحيوانات. تقدرون تكملوها. What do you know about his personality؟ ما الذي تعرفه أنت كطالب؟ شنو تعرفه عن personality؟ شنو معنى personality؟ شخصيته. ما الذي تعرفه عن شخصيته؟ شنو الصفات اللي يتمتع بها فراس؟ واحدة من الصفات اللي يتمتع بها فراس إنه patient. شنو معنى patient؟ صبور. ليش صبور؟ أو شلون عرفت إنه صبور؟ لأنه بعض الأحيان يقضي وقت طويل جدا على مود يلتقط صورة جيدة. What is he going to be؟ ما الذي سوف يكون عليه في المستقبل؟ إيش راح يصير؟ قلنا راح يصير zoologist. شنو معنى zoologist؟ معناها عالم حيوان. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا مجرد تحضير يومي. الأستاذ يسأل هذه الأسئلة الموجودة في كتاب النشاط تمرين رقم واحد كتحضير يومي، أسئلة شفوية بداخل الصف، أو يختار طلاب اثنين، طالب يسأل والطالب الآخر يجاوب. هذا الأسئلة المتعلقة بفراس. زين، الأسئلة المتعلقة بهالة نفس الفكرة. يقول لي what is هالة good at؟ انتبه لي هنا، ما قال لي ما هي موادها المفضلة، ما هي أو ما المواد الجيدة فيها. هي جيدة بيا مادة ويا مادة. ذكرنا أن هي جيدة في مادة الفيزيكس، الفيزياء، وبعد and English، واللغة الإنجليزية. زين، شنو المواد المفضلة مالتها تعرفهن؟ نعم، biology and chemistry، الأحياء والكيمياء. زين، النقطة الثانية What is she interested in؟ ما الذي هي مهتمة فيه؟ بشنو مهتمة هي؟ ذكرنا بالقطعة إنه هالة مهتمة بمساعدة الناس، فأقول helping people، مهتمة بمساعدة الناس. اللي بعدها What do you know about هالة's personality؟ ما الذي تعرفه عن شخصية هالة؟ قلنا إنه شخصية هالة friendly معناها ودودة، and kind، شنو كاين؟ عطوفة. بعد which patients does she take flowers to؟ ما المرضى أو ما المصابين أو أي المصابين الذين تأخذ لهم أزهار أو ورود؟ المن تأخذ الورود أو الأزهار؟ يا مرضى، those who have no visitors، أولئك الذين لا يملكون زائرين، يعني ماكو واحد يزورهم، فهي تروح تزورهم وتأخذ لهم أزهار أو ورود. What is she going to be؟ ما الذي سوف تصبح عليه في المستقبل؟ شنو وظيفة راح تكون عليه في المستقبل؟ قلنا she is going to be a doctor. شنو doctor؟ طبيب. هي تريد تكون طبيبة في المستقبل. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. تمرين رقم اثنين قلنا همنا نفس الطريقة. هذا التمرين تمرين كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. مجرد الأسئلة اللي يسأل الأستاذ داخل الصف شفويا كتحضير يومي. ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة. يقول لي complete the sentences about the exams، أكمل الجمل عن الامتحان. Use the words from the box، باستخدام كلمات من الصندوق. طبعا هذا سؤال إسقاطات مهم جدا، لأن ممكن تجيني أحد هذه الجمل يقول لي أسقط الكلمة بالفراغ المناسب. fail، شنو معنى fail؟ يرسب أو يفشل بالامتحان. pass، يجتاز أو ينجح بالامتحان. take، يأخذ أو يعمل الامتحان. بس شو يقول لي؟ يقول لي at the end of each semester، في نهاية كل فصل دراسي، I have to فراغ an exam، علي أن فراغ الامتحان. I have to take an exam، علي أن أخذ أو أعمل امتحان. If I get bad marks، إذا حصلت على درجات سيئة، I will سوف فراغ the exam،
سوف فراغ في الامتحان، سوف أرسب بالامتحان. إذا درجات مو زينة معناها راسب. If I get good marks، إذا حصلت على درجات جيدة، I will فراغ the exam. سوف فراغ الامتحان، سوف أجتاز الامتحان. إذا درجات جيدة أنا ناجح، وإذا درجات سيئة أنا أكون راسب أو أرسب بالامتحان. مثل ما وضحنا هذا التمرين تمرين إسقاطات مهم جدا. من الممكن يجي لي جملة من هذا من الجمل ويقول لي أسقط الكلمة الفراغ المناسب. أما تمرين رقم 4 answer the questions and then share your answers with a partner. أجب على الأسئلة ثم قم بمشاركة إجاباتك مع زميلك. هالمرة يقول لك أريدك تجاوبني عن هاي الأسئلة، نفس الأسئلة مال هالة وفراس، لكن أريدك هالمرة مو عن شخصية معينة، عنك أنت. شو يقول لك؟ يقول لك what is your best subjects in school or what is your best subjects in school. ما هو أفضل مادة أنت بالنسبة لك بالمدرسة؟ على سبيل المثال أقول له English، اللغة الإنجليزية، أنا أحب اللغة الإنجليزية. بعد what other subjects are you good at، ما المواد الأخرى التي تكون جيد فيها؟ مثلا أنا أقول له أنا جيد بالماتس. شنو ماتس؟ رياضيات. أعطي مادة ثانية مثلا history، التاريخ إلى آخره، أعطي المواد الجيد فيها. what subjects are you bad at، ما المواد التي لم تكن جيد فيها؟ شنو بيا مادة تموزية؟ على سبيل المثال أقول له بيولوجي. على سبيل المثال بيولوجي معناها الأحياء، أنا أعطيت المادة اللي ما أحبها أو مو جيد بها أنا. هذا ما أخذت من الرقم 4، هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أما تمرين رقم 5 يقول لي match the sentences، طابق الجمل. هذا التمرين تمرين توصيل مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. مثل ما هو يجيني هالمرة يقول لي وصل بدايات الجمل بنهاياتها. شو أقول له؟ مثلا she is at medical school. شنو medical school؟ معهد طبي، هي كلية طبية. the meal is going to be delicious. خلينا نشوف شنو التكملة المناسبة لها. الوجبة راح تكون لذيذة غير مناسبة. she is going to fall، سوف تقع تسقط غير مناسبة. I am going to be late، سوف أتأخر غير مناسبة. she is going to be a doctor، سوف تصبح طبيبة. نعم هذا أكثر خيار مناسب. فأكتب رقم 4 الاختيار المناسب لهذا الجملة. هي في كلية الطب، إذن راح تكون طبيبة أو دكتورة. he is a chef، شنو chef؟ طباخ أو طاهي. هو طباخ. إذن خلينا نشوف التكملة المناسبة لها. the meal is going to be delicious، الوجبة راح تكون لذيذة. نعم هذا أكثر خيار مناسب. هو هذا الولد صديقي هو الطباخ، إذن الوجبة راح تكون لذيذة. وراها it is raining، إنها تمطر. السبب الأولى والرابعة أخذناها، إنها تمطر. she is going to fall، سوف تسقط غير مناسبة. I am going to be late، سوف أكون متأخر غير مناسبة. it's going to rain، إنها سوف تمطر. نعم هو ده يقول لي إنها تمطر، إنها سوف تمطر غير مناسبة. you are going to get wet، سوف تتبلل. نعم هذا أكثر خيار مناسب، بقول له إنها تمطر سوف تتبلل. اللي بعدها look at the dark clouds، شوف هنا أنا شو يقول لي. يقول لي انظر إلى الغيوم الثقيلة أو الغامقة أو المظلمة. شو يقول لي؟ أقول له it's going to rain، سوف تمطر. إنها الجو مغيم، الغيوم ثقيلة، إنها سوف تمطر. there is a lot of traffic، هنالك الكثير من الزحام. الترافيك معناها ازدحام. I am going to be late، إذا أكو ازدحام إذن أنا راح أتأخر، راح أتأخر على البيت. watch out، انتبه. she is going to fall، إنها سوف تسقط. هذا أكثر خيار مناسب لها، انتبهي سوف تسقطين على حافة الجسر أو على حافة شيء من الممكن أن تسقط. أما تمرين رقم 6 هذا راح نحله بعد ما نشرح موضوع الـ going to أو المستقبل مع الـ going to، لأن هو متعلق به. لحد الآن سجلوا هاي الملاحظات، سجلوا هاي الحلول بالدفتر أو بكتاب النشاط، حاولوا تحفظوها. وراها كمل الفيديو وشوف الموضوع المتعلق بالـ going to أو المستقبل باستخدام الـ going to، لأن موضوع قواعدي مهم جدا بالامتحان التحريري. خليكم ويانا الآن مع موضوع قواعدي مهم جدا اللي هو موضوع المستقبل باستخدام going to. كالعادة احنا سابقا كل ما ناخذ زمن لازم نعرف هذا الزمن يستخدم للتعبير عن شنو. يستخدم هذا الزمن، يستخدم، حاول سجل هاي الملاحظات وياي، يستخدم هذا الزمن للتعبير عن أحداث
سوف تحدث في المستقبل. نوقف شوية هنا أستاذ، احنا سابقا ماخذين موضوع المستقبل بالأول متوسط، لكن ما استخدمناه بالgoing to، أخذناه بالwill. يعني على سبيل المثال it will rain، إنها سوف تمطر، الجو راح يمطر، هذا هم سوف يحدث في المستقبل، يعني جزء بعد قليل، جزء بعد يوم، جزء الأسبوع القادم راح تمطر، هذا حدث سوف يحدث في المستقبل، لكن ما استخدمنا الgoing to، استخدمنا الwill. صحيح أنتوا أخذتوا بالأول متوسط موضوع المستقبل مع الوقت، وذاك كان يستخدم للتعبير عن أحداث سوف تحدث في المستقبل. إذن ماكو فرق استان، لا، الفرق الوحيد إن هذا أنه بشكل هذا الحدث يحدث في المستقبل بشكل مخطط له. شنو يعني استان بشكل مخطط له؟ يعني اللي زمن المستقبل اللي أخذته بالأول متوسط كان سوف يحدث في المستقبل، حدث سوف يحدث في المستقبل لكن بشكل متوقع. يعني أنا طلعت برا لقيت الجو مغيم، فتوقعت أو أتوقع إنه بعد قليل، بعد ساعة بالليل حدث راح يحدث في المستقبل إنه راح تمطر، سوف تمطر. فإذا توقع الحدث أعبر عنه باستخدام الوقت، فأقول it will rain، إنها سوف تمطر، ذاك مستقبل للتوقعات. أما هذا مستقبل بشكل مخطط له أستاذ، يعني شنو بشكل مخطط له؟ يعني هنا أنا مثلا أقول I am going to visit my relatives، أنا سوف أزور أقاربي next week، الأسبوع المقبل. أنا ما متوقع هذا التوقع، يعني أنا الأسبوع الجاي راح أزور أقاربي، هذا شيء أنا مخطط له بشكل مخطط له مو بشكل متوقع. يعني أنا ما متوقع إنه راح أزور أقاربي الأسبوع المقبل، وإنما أنا ناوي مخطط إن الأسبوع المقبل أزور أقاربي. لذلك إن أنا راح نستخرج ملاحظة بسيطة، يعني نفس اللي أخذتهم بالأول متوسط، إذا لقيت next، إذا لقيت soon، إذا لقيت later، إذا لقيت tomorrow، إلى آخره. هذني الظروف اللي أخذتوهن مع المستقبل بالأول متوسط نفسية راح نأخذهن مع المستقبل بالثاني متوسط مع الجوينج تو. يعني إذا شفت ذني بالجملة أقول الجملة مستقبل، لكن هنا أنا لازم أتحدد إذا كانت مستقبل متوقع أو مستقبل مخطط له، نعتمد على المعنى. لكن بالامتحان التحريري غالبا الأستاذ راح يقول لك أريدك تطبق لقاعدة المستقبل أو الجوينج تو، تحديدا هو يحدد لك إياها، أريد تطبق لقاعدة المستقبل بالجوينج تو. زين أستاذ، شنو القاعدة اللي راح أمشي عليها؟ إحنا نعرف إنه لكل زمن ثلاث قواعد: مثبت ونفي واستفهام. شنو قاعدة المثبت؟ تقول فاعل زائد، انتبه وياي، أما إز أو آر أو آم. يحتاج أقول لكم مش وقت نخلي الإز وش وقت نخلي الآر وش وقت نخلي الآم؟ لا أستاذ، ما يحتاج، لأن إحنا ما أخذها سابقاً بالابتدائية وبالأول متوسط. الإز مع الهي والشي والإت أو المفرد، خلي اكتبها. الإز تستخدم ويا من؟ ويا الهي أو الشي أو الإت أو أي اسم مفرد. الآر ويا من تستخدم؟ مع الذي والوي واليو أو أي اسم جمع. والآم ويا من تستخدم؟ فقط مع الضمير I. لذلك إذا لاحظت هنا أنا I am، الآي شخلت لها am. إذن فاعل زائدا is أو are أو am زائدا going to زائدا فعل مجرد. هاي ال going to استاذ شو معناها؟ ال going to معناها سوف. أوقف استاذ، السوف مو أخذناها معناها أول؟ نعم، الول معناها سوف، والgoing to هم يعني معناها سوف. فش أقول؟ أقول I am going to، أنا سوف visit، سوف أزور my relatives، أنا سوف أزور أقاربي next week، الأسبوع المقبل. هذه بيا قاعدة، قاعدة المثبت. أسألكم إلكم إذا أريد أسويها نفي شو تسوولي؟ سهلة، فقط أخلي فاعل زائدا is أو are أو am زائدا شو خليهن دم الاز وار وان؟ اخليهن نوت، صارت الجمله منفيه. واكمل going to
زائد الفعل مجرد. هاي القاعدة المنفية. زين بالاستفهام هاي الإز وآر وآم أشيلهن وأنا أخليهن قبل الفاعل. فأقول أما إز، بس انتبه لي الإز أصبحت الآي كابيتال لأن صارت بداية الجملة، أو آر كابيتال أو آم كابيتال زائد شنو؟ زائد الفاعل زائد going to زائد فعل مجرد والتكملة. ولا تنسون علامة السؤال لأن القاعدة استفهامية. أستاذ ما بتهم شلون تجيني بالامتحان؟ شلون أجاوب عنها؟ قبل ما أقول لك شلون تجيك بالامتحان أريد أعطيك ملاحظة جدا مهمة. أستاذ أنت قلت أنه عندك ثلاث قواعد للمستقبل من going to. أنا يا قاعدة تريدني أطبق أو شو وقت أطبق القاعدة المثبتة؟ شو وقت أطبق القاعدة المنفية؟ شو وقت أطبق القاعدة الاستفهامية؟ بسيطة جدا. إذا لقيت question، شنو question؟ سؤال. أو لقيت علامة سؤال، شو تطبق لي؟ أطبق للقاعدة الاستفهامية. هاي أولا. إذا لقيت negative أو not، إيش راح أطبق لي؟ القاعدة المنفية. شو وقت أطبق القاعدة الاستفهامية؟ إذا لقيت question أو علامة سؤال. شو وقت أطبق القاعدة المنفية؟ إذا لقيت negative أو not. شو وقت أطبق القاعدة المثبتة؟ إذا ما لقيت ذني كلهن فراح أطبق القاعدة المثبتة. هسه شلون راح يجيني بالامتحان؟ وشلون راح أقدر أجاوب عنه؟ راح نكتب لكم الأمثلة أو الصيغ اللي ممكن تجيك بالامتحان أمام هذه القواعد أو أمام هذه الملاحظات على مود تعرفون شلون تجيكم بالامتحان أو شلون نقدر نحل عن طريق هذه الملاحظات. خليكم ويانا. الآن انتبهوا وياي. راح نستخدم هذه الملاحظات أو هذه القواعد بحل الصيغة اللي ممكن تجيني بالامتحان. هاي الصيغة اللي بالامتحان اللي ممكن تجيني، الصيغة الامتحانية. ركزوا وياي. على سبيل المثال ايش قال لي؟ قال لي سوها go to university after school. ايش قال لي؟ قال لي اريدك تستخدم لي going to. هذه الجملة اريدك تحليها بقواعد ال going to. زين انا شلون اعرف اطبق القاعدة المثبتة لو المنفية او الاستفهامية؟ هاي الملاحظات مالتك. شو تقول؟ تقول لقيت علامة سؤال؟ لا استاذ ما لقيت. لقيت كلمة question؟ لا استاذ ما لقيت. لقيت كلمة نيجاتيف؟ لا ما لقيت. اذا انا ما راح اطبق القاعدة الاستفهامية. زين لقيت النيجاتيف؟ لا. لقيت النوت؟ لا. ما راح اطبق القاعدة المنفية. شو بقت عندي؟ يا قاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ سهى. هاي سهى نزلتها. اسألك إلك سهى تاخذ از لو ار لو ام؟ استاذ سهى مفرد اخلي لها از تعتبر شيء فاخلي لها از. زائدا هذه سهى is زائد going to وفعل مجرد. هذه going to نزلتها من عندي. going to زائد فعل مجرد. شنو الفعل اللي منطيني اياه؟ هو منطيني go. انزل go زائد التكمله to university after school. صارت الجمله سهى سوف تذهب الى الجامعه بعد المدرسه. اصبحت الجمله مثبته باستخدام going to. شوف هنا ايش يقول. سهى is going to go to university after school. سهى ناوية مخططة أن تذهب إلى الجامعة بعد أن تغادر المدرسة، بعد أن تكمل المدرسة. اللي بعدها فراس بي أ دكتور. فيوتشر شنو فيوتشر؟ قال لك أريدك تطبق لقاعدة المستقبل مالت من؟ مالت الجوينج تو. نفس الفكرة مثبتة لو منفية لو استفهامية. ما لقيت لا كويستشن لا علامة سؤال لا نيجاتيف لا نوت. إذا نطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ فراس زائدا فراس ياخذ از لو ار لو ان. فراس مفرد اخلي له از زائدا شنو؟ going to وفعل مجرد. هاي ال going to من جيبي زائدا فعل مجرد. الفعل المجرد شنو؟ بي زائدا التكمله. ايش قال؟ قال فراس is going to be a doctor. فراس سوف يصبح طبيب. هو ناوي او مخطط ان يصبح طبيب في المستقبل. اللي بعدها they are going to leave at 7:30. ايش قال لي؟ قال لي هالمره اريدك نيجاتيف. اوقف استاذ الجمله شو معرفني ان الجمله بالزمن المستقبل؟ سهله. فاعل ار جوينج تو وفعل مجرد. فاعل ار جوينج تو وفعل مجرد. اذا هو مطبق للقاعده المثبته. شو يريد من عندي؟ يريد النيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ اتفقنا احنا قبل شويه النيجاتيف يعني شنو؟ يعني منفيه. يعني ده يقول لي حول لي اياها من المثبت الى المنفي. شو تقول القاعدة المنفية؟ فاعل. شنو هو الفاعل؟ they. والthey تاخذ آر أصلاً. they are شو حخليه؟ راح أخلي لها not. they are not زائد going to.
going. Two, زاد الفعل المجرد اللي هو شنو؟ leave. زاد التكملة. صارت الجملة. هو قال لي they are going to leave at 7:30. سوف يغادرون. هم مخططين أن يغادرون الساعة 7:30. نفيت الجملة. هم لن يغادروا الساعة 7:30. المثال الأخير اللي بعده. إيش قال لي؟ قال لي what you watch tonight. إيش قال لي؟ قال لي going to. أريدك تطبق لقاعدة going to. بس يا قاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية. لأن ثلاث قواعد اتفقنا. مثبت منفي واستفهام. شو هنا إيش منطيني هو؟ منطيني علامة سؤال. إذن هنا أنا بما أنه منطيني علامة سؤال. إيش راح أطبق يا قاعدة؟ القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ is أو are أو am زائد الفاعل. الفاعل مالتي يو. تعالوا وياي شوف هنا إيش راح يأخذ اليو. هذا اليو إيش يأخذ؟ يأخذ آر. إذن أول خطوة. أخلي آر زائدا الفاعل شنو؟ يو زائدا going to زائدا الفعل المجرد اللي هو شنو؟ watch زائدا التكملة. التكملة ولا تنسون بالأخير علامة السؤال. أستاذ أنت ما نزلت الوات. الوات دائما تسبق الفعل المساعد أو أداة السؤال دائما تسبق الفعل المساعد. صرف جملة. What are you going to watch tonight؟ ما الذي سوف تشاهده الليلة؟ أصبحت جملة استفهامية باستخدام going to. هذا كل ما يخص موضوع going to. لاحظنا أن الموضوع جدا بسيط، ملاحظات بسيطة، قواعد بسيطة، الصيغة اللي ممكن تجيني في الامتحان كذلك بسيطة. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحرير. الآن ننتقل للتمرين الأخير اللي قلنا بنحله بنهاية الدرس بعد ما نشرح موضوع going to لأنه متعلق بموضوع going to. هذا هو التمرين الأخير. شو يقول لي؟ يقول لي think of three things that are going to happen. فكر في ثلاث أشياء سوف تحصل في المستقبل أو ناوي تصير بالمستقبل، ناوي مخطط أن تسويها بالمستقبل. شوف هنا شو يقول لي. I am going to play football in the park after school. انتبه. I هي الفاعل. راجعوا الملاحظات اللي كتبتوها وشوفوا. am فاعل am is أو are أو am زائدا going to زائدا play اللي هو الفعل المجرد زائدا التكملة. هيا قاعدة going to. يقول استخدم لقاعدة going to بالتعبير عن هذه الأحداث التي سوف تحدث في المستقبل. على سبيل المثال أقول له I am going to leave school next year. أنا سوف أغادر المدرسة، أتخرج من المدرسة السنة المقبلة. مثال آخر. I am going to visit my uncle. أنا سوف أزور عمي إلى آخره. أعطي مثال ثالث باستخدام شنو؟ باستخدام going to. هذا التمرين مجرد نشاط صفي للتدريب على موضوع going to اللي شرحناها قبل دقائق. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس غني بالمعلومات بمواضيع مهمة بموضوع going to، بتمارين جدا مهمة متعلقات بالوظائف، بمقطع النصيات سألني الأستاذ عنها من داخل الصف كتحضير يومي. كل هذه المواضيع من الممكن تفيدك كتحضير يومي، ممكن تجي في الامتحان التحريري بسؤال القواعد، بسؤال الإسقاطات، بسؤال التوصيلات إلى آخره. كل تمرين أو كل موضوع شرحناه مع الفقرة المخصصة إلى. حاولوا تسجلون هذه الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها تفيدكم بالامتحان التحريري أو الشفوي أو كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوا معي على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.